أسعار الصلاحس عليه أيام قعدته هو جوسو عند دنا سومال لان يكلا طبينتي ينظامتي يتعلمتي هرمك هو خاضي ياه ذي كبد حوايان ذات كشيشيا إكستريميسا أيام ما عمل كم مكان سكروا وذي كبد حوايان ولا مهر قروا وايو بل إن هذا حوان لماذا أنت عليك وكلية حب للوقص وانو غيري إلا قرعي ومن نفعل هو هيمك ما كاسه ريم هو يلا بكون بقطع مهويه دابا كو حنوسانيسا الينا على ورابا وحنكا هي ان دلكي حنقول يا روضه سعرته دي بادو عرته يا دبك ساري سواي كون بلا عقل جاي ماشي تكن سوما دو هاتاي كايلا هاتاي كايلان وي هاتاي كايلان وي بل الهي بان كل اري وحو قريا الا قراعي حوق لو قصدي بكلي هدام هديه ما تكون بحسه هديه ما يضم بحسين نفطن بها مدى السينب مركا وحن ذلاه ورمضن فراها اللوغة قادو نيكن هدو كلاهو كدوني مايو هداني لهذا إمك إذن دوني مايو وإذن لمن مبدأه مياي قصب السا يا مقرن السا مركا وحن ذلاه ساك يا مركا وحن ذلاه نمان يهو وحن دي شيقة يا مجرم كاهينو مجرم كاين وحنا دي شيغيا اناد فدمد انا اتكو ودو ايش عينبا يا ايش عينبا فدمد انا اتكو ودو هدي اتكلم بحي ويدو واحد اوغانيسا ماشا وحي كدعا انانا يا هين وحادي واد سوغي ستاي تاي اي انا كوغي سن عدنا تد باد دقان كودي اسكتمي دقال باد دوني سينات كوهود السوق فير عرقابه وكو جرتنا وهي عرقابه كدعي كسو شكاي عرقابه كشكاي وهي كدعي كسو شكاي وهي عرقابه كدعي شلي ان ورك انلغا كداوينين ارساس ليسلا دحيي وهي كليفي يا سداي ودحداي الاغا شكاي وها ليسو قرنيا ما جرو وايا وها نوغانينا وهي خن يا اني وين تن امدو اكوك يا marka abti ay isugu horta markan dhameeyo wadi soo qabanayay abti markan dhameeyo wadi soo qabanayay hadalka ay ku googoyn ya marka waxaan idin leeyahay anidii sheegaya saak wixii ceer gaabo ka dhacay iyo wixii maskax buqle ya iyo kal shaale abtiisa ka dhacayna la soo sheego maskax buqle wisugne wani sugnay maskax buqle iyo kal shaale dhexdiisa wixii ka dhacay iyo wixii ceer gaabo ka dhacay ka hadla inta sumaynu ka hadlayna iyo kardarada cadaanka ee aan geedna loogu soo gaban ee nimanka dhulbahante oo leh war orda oo habar jecelo inaga taga maamul baan samaysanay deegaankayaga maamul samaysanay habar jecelo lagu hayso ya magaranaysa marka waxaan leeyahay saaka ani di sheegaya nimanka hadii faraal laga bixi waayo waxaan leeyahay dhulbahanto digtoonaada dagaal ismaqiiqa ismaqiiq oo indhala oo dhagale oo qalbile oo intay idin soo gala dib u soo yaacaan si maxaabiistaana u laysaan unbaa loo socday ogaade waxaan wax la yahaa waa karkarin waa sheekadii karkariye oo karkariye saaka yaaye saaka karkariye ya haya ma garanaysa marka waxaan idin leeyahay taas waa qodob qodobka kalena wuxuu yahay qodobka kale wuxuu yahay waxaan ognahay sidii ninka loo soo dhaweeyay la dooni maayo isagu iyagu budlaana ma rabaan somaliland iyo waxa la sheegayna ma rabaan maamul dhul bahanta abay samaysanayaan faraha laga qaado warma ceeba ninku yidhi anigu maamul baan samaysanay ilmeed reeyaliday waxaan laga daba socda waa maxay ya soo qabsayeen nimanka joogeen maskax buqle yeeriyadiisu bal dagaalka cidii bilowday siduu u bilaabmay ma garanaysaa ayaynu doonaynaa inaynu ka hadalno.
ما قرنيسا تاسنا واتا مركا أمدن فراها لقلبح حبرتش على نويدين بريدا أنو هرم باردين شيقية نول بحانتي أبتلم مليهدين وعيد كلنا مليهدين والله يدين بريري وحالله يدين كوب بريري حبرتش على هدي أي عقد وكون يجي يقع حجسبة وريقالي سري يقع اللبح إيه تخيسكا إبوينتا إيه بروبوغانتا إسكودة لبدي يدرق إيه ماشي يقع حجسبة إيه حبرتش على في دمدن إنا إيه كوب دمبين إسو إيه قونا ووغي إلهينا ووغي ومدنا واركتا حصي يا شيء محي كو وريقية وردو البهانتي والله يبان الصون نقرين إنت قفك تاقية وحا أولوها دينا مجلو ستات بلود بقرعيسي وح نرالو إسوكين حداي والله مجد كدالان دونا إن ولي دالان مكا إن دالان دونا إن آن عرق مسبب تاريخ دي قرية بوك بي قرية وحبا يسكرية بي ينسيدي الله قلي مدح دوب الشدي إيا أرجع حسائي واسدني نقول لي سيد شو قال بالجرات جرات ده ودي مركب أرجع حسا كشيتين مركب جرات ده ودي أرجع حسا كشيتين عدة يلا شو قال سوايو إيه إنا عم بشي إيه إنا على كوره إيه إن المحوها نكلا قول هذا إن المحوها كي كله المحوها هذا برلمان كاي صار مركب سوق حيستين جرات ده ودي يا سلادين تودي يا اسم دودي يا علم دودي نا قال وحلا له وحكيهن إن دا سوق حسيته ما أمضى صو حدا لا يلا نسا إن دا الله سعرض ملك تايبان أقول الماذا رجاله إساقو وبابا إساني إلهي فرش شيء فرانو قرن منه وحولي ولا الكا أودن تينا وحلو فانا ما ولا الكا أودن وحلو فانا ماها نكتس وحي ودانا وحلو اتكس ماها فرطون الهي بارد كده ايو حسيتات بايدين نقنية بل اينا علي ورابي امران ايو حكول اي اس اس اي لا دين وانين دين انتحوق مقالنا لقا ساري وقر ايا ان لقراعي قراعي كيوم باكور شوغا عبد المدوبة قراعي وامش راشي انا عرق مالا كنت اللو ايشبتين عرق مريك انا عرق تريرين نقادم غوريلا وور يقان جايدن قراعي السوق القبطي ما قرأ عيسى مركا هو حالي دلاء ورمضة فراك لبحة وروا خلدنتي وروا أمبان عيسى وروا اندلاء دي وروح الله عليه والله شب أمبا أصعطان يهوب يهوبمت وقادة شب يهوب يهوبمت أمبا أصعطان ميلك لك أصعطان مجد يا نمبر هذا صغرى دباب بالوحة كذا شان دقالك كذا عي دقالك كذا عي عرقابو غير عرقابو كتير تاني ما خير إني ما ليش كذا أيوه كهذا ومن بقى إنه مسكح بقول أيوه سول شوكتو وح كذا عي على قش كي صاقب صدى هذا دباب صاقب صدى سوق بصلاة وعن كهل لنا حقيق واحد شرين ودتك وشيقينا وما بهنين عاد فتك لي يوح كلي واحد خلط كوضة يصدى يوضان يعدي الدقال كسوق عطي بين كهل لنا يصدى يودعين سوق بصلاة اسكت داية منافقة دو وبريرا يا وبريرا هلا قهل لحقا سوق بصلاة سوق بصدى دي سوق بصدى هاي صدو منيني بين تايه بروباقاندا انت تشوشسان سوق بصدى سوق بصدى مدى الصوماليين واحد شوقه وعي نقال لنا رير عيري رير عيري بي نقال لنا هلو السلام عليكم أختي السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته وسلام يا دكتور شرفت لك الدعوة هذه أنا وحن كلها هي لقيه وحمقلا وحمقلا إلى هاي كلمة ذها يرنت هذا هو فشي دكتور أتكلم على شيء لكن وحن ليري مال ملك الله واقع يمي ذاني لقى ملح بين مغل شري وحوي أبتيو دكتور وحويان دد ما نكو ذي مستحضر ذو مقنط هاي أيام لها الله يسا أيام مالو وبوحو شيقنا دكتور دد في يومها حبرت على وحيني مقشوة دي دي حبرت على نمان محانكو راه ذاي كرما أيا والايا أيا سلو دي دي أيا درسكو دي كل شعلة وادو غي دولد دي فوق قاب لهايد وغيد لهايد آن لو كلام مقرين سومالي لا وشي الأورنش ري بو هوم لي أنا هيك أدن تيوان لوغا أنا هيك أدن تيوان لوغا ألتا وحن كلاها اللي ياري ربتغي ساكي هبري يونس ربتغي يوم أتواتو أتوارتا إرقابا وحي كنعي بلنوغا شاكي إرقابا أبتيو وشي واسودا مادين وين لغي هشيي نمان كي هبرك علو أيا إسكود دي إن أي قطبتان ركسو دقال ما يلاسك أيا إسكود دي oo ay arsadaan oo laayaan rag durbahanta halka ay wasaganiya laakiin darbaaxadii daban dhuwaa baa ku dhacday darbaaxadii daban dhuwaa markay ku dhacdayna ee maamulka iyo maxay yidhay ragii aniga reer abtiga ahaa ee Muuse Ismaaciil oo isuu yimaadeen waa nimay hoof fidnadiina iyo faqfaqdiina xagaa nooga la baydhaan ugu yiri abar jiclo yaa haddad gurigii ni soo gudteen anaga meeshan waxaan ku jiraahday anaga ka talina dadka hartigoona iyaga dhankooda ka taliya wax la isugu imaanaya meeshan ma jirto haddii aad dambaynta doonaysaan waa taqaanaan laaska taga laas aanu tag marka horta arinta abtiyo waa la soo afjaray arintaas way soo dhamaatay laakiin reerkan reer abtiga ayaan halkan waxaan ka gaarsiinayaa digniino badan oo iyaga dantooda ah waxa iyaga dantooda reerkan habar jicdo waxay u shaqeysaa Muuse iyo reerka Habarawal waa shaqaale caadiye labada dhagood Muuse intay maantay la xisaabtami lahaayeen Muuse iyo Inataani oo ay dhihi lahaayeen 300 oo wiil iyaga ilaa weeyo waxa maxaabiista ay oo lagu hayo maxaan ku jiraahday laas aanood maxay ku galabsadeen sida in loo gumaado maxay ku galabsadeen in waxaasi dhacaan maxaas in nuuftaani intii la xisaabtami lahaay oo maxkamad soo taag lahaayeen oo ku jeesan lahaayeen oo maxaan ku jiraahday ay kursiga ka ridan lahaayeen Muuse xarigna ay ugu dari lahaayeen isaga iyo maxaan ku jiraahday nimanka hoggaaminaya ciidanka reerkiisa ee raggoodii 400 kumaan kumna waa ka dhimatay habar jiclo way qarinayaan abtiyo adna waad ogtahay adna waan ogahay meeshii laga rabay inay soo fadhiistaan oo ay la xisaabtamaan maxaanu ku dhimannay Muuse iyo Inataaniyo iyo Koranka ya maxaanu ku dhimannay ayaa laga ribay maanta waxa wax ka hadlay ma jiraan walaa Muusan ka hadlin walaa ina kaahin baan ka hadlin walaa waxaan ka hadlinin nuuxtaani laga cali isma weydiin bruntidii iyo maydkii la waray ee ilaa maantay uu cali harti ka dhergeeyo iyo kuwa maxaabiista maanta ku jiro maantana wuxuu ka talinayaa Muuse iyo Koranku waxay ka talinayaan in maxaabiista habar jiclo lagu xasuuqo lafcaano wayna dhacaysaa abtiyo wayna dhacaysaa waadna arki doontaa waxay rabaan Muuse iyo reerka Habar Awal in la laayo nimanka habar jiclo ee weliba in Faisal Cabdi Bootaan in la dilo ayay ka talinayaan marka waxa weeye reerkan waa reer aan waxba garan wax ma gartaan waxna ma kala oga reerkaas waxay u haystaan Ilaahay awurtay ayay u aaminsan yihiin reerka Habar Awal reerka Habar Awal ayay u aaminsan yihiin sidii Ilaahay abuurtay marka taasi waa halkeeda dhulbahanta ragga dhulbahanta caana ka gurmayaan dhulbahanta dhulka ma haysto habar jiclo haddana waxaan ognahay Muuse inuu hub soo iibsaday uu qorigan maxaan ku jiraahdaa qoryahan yarirka ay fudud Yemen laga soo iibiyay dawladdii magaceeda lagu soo iibiyay waa dawladda Djibouti waxa oo dhan maxaan ku jiraahdaa ilaa United Nations ka ilaa Mareykan
waxay u qabaan in aan la ogeyn wax walba waa la ogyahay. Biden waa tuu madaxweynaha Mareykanka ee bilo ka hor hadlay oo yiri waa inay qalalaasaha ay wadaa Somaliland ay joojiso oo nabadgelyada ku ageeska. Waxa oo dhan international community oo dhan waa indhahay ku haysaa, waa la arkay hadda hubku soo geliyey, qiyaastiisa la ogyahay, waxa uu ka samaysan yahay baa la ogyahay, magaca qofka lagu soo gaday dowladda magaceeda lagu soo gaday baa la hayaa, warqadihii baanu haynaa, wax walba waa bayaan. Maantayse tan dhici doonta. Marka ma waxaad leedahay ismaqiiq bay wadaan? Yaa. Marka abti ma waxaad leedahay way soo maqiiqayaan si loo laayo maxaabiista? Ismaqiiq indala. Oo indala oo inama yaryar oo saqiira oo already laga diiwaangeliyey child soldier laga diiwaangeliyey adduunka ayay soo wadaan, waana baaba-ooda. Waxaana ku tusayaa abtiyo iyaga oo sidii Al-Shabaab drones lagu buufiyey oo lagu garaacay oo Mareykanka ku garaacay, waan ku tusayaa kelmadda maanta meel ku qoro. Maantay meel ku qoro waxaan ku leeyahay arrintaasi way soo dhammaatay. Muuse iyo nimankan la socdaa waxay abaabuleen habar jeclo deegaamadeeda furin dagaal inay noqoto, aynaba in la duqeeyo oo laga qaxo, qorilugud in la duqeeyo oo laga qaxo, oog in la duqeeyo oo laga qaxo. Taasi way dhacaysaa, waayo international community-gu boqolaal jeer ayay la hadashay. Digniintii ugu dambeysana Joe Biden baa bishigay. Marka haddaad adigu leedahay dowladihii adduunka iyo internationalkii hay-adihii yaryaraaye wixii siinayay baan anigoo tamaan xabuubkii islaamaha ka boobaya ayaan isku taagayaa, halkay ku caanalisato waynu arki doonaa. Waxa kuu soo haray mujrim ina kaahin meesha uu hadda joogaa waa caynaba. Annagu waxaanu sugaynaa haddaanu beesha absamanahay dagaalku in uu fido oo gaaro. Waxaanu joognaa duleedka Buuhoodlaanu joognaa ayaanu sugaynaa. Soomaaliya waxaa ka ah nin annaga ah ayaa prime minister ka ah, waa nin Reer Cabdillaah, waa nin ogaadeena. Maanta qalinka hadduu ku duubi waayo maamulka SSC-na waynu taageera iyo wax loo sheegayo male, waanu soo jeebaynaynaa, waanu soo xiraynaa. Arrintaa ogaadeen baa ka fariistay, waa inuu maamulka qalinka ku duugaa. Way dhammaatay. Xasan Sheekhna wax loo hoos fadhiyaa ma jirto. Annaga maxay yidhaahday magaca kuma joogna, haweenama keenin. Daarood Ismaaciil baa booskaas iska leh, waa la waxbaa la wada qaybsaday. Maamulkaasi abtiya wuu hirgalay, mana soo noqonayo. Laakiin hooga iyo ba-a iyo hadda waxaa marka reer abtigaysa kelmaddii baan usoo noqonaya ay habar yuunis. Sheeko waxaa la doonayaa Daarood iyo Isaaq baa dagaalay. Taasaa la wadaa dee. Taasaa la wadaa. Habar jeclana waxaas ayadaa buunbuuninaysa iyo reerka habar awal waa jeegaan. Shaqadeed kursi beena laydinku maaweeliyey, waa laydinka soo dejiyey buurtii, dantii laydinka lahaa waa laydinka gaaray. Wax madaxweyne laydinka dhigayo ma jirtay iyo meelaad u socotaan waataad joogtaan oo ba'daan. Xayir maareeye kelmadihii uu shalay toola lahaa reerka habar awal iyo waa la ysku haystaa maamulkii Soomaali Galbeed ayaa xamar ayaa Muqdisho ka socda. Dagaal baa socda. Haddaad aqli leedihiin reer abtigayow oo dhegaysateen Joe Biden waa madaxweynaha Mareykanka, wuxuu yiri fadqalalada iyo edabdarada ay Soomaaliland wado oo kala dhantaalaya wada jirka ummadda Soomaaliyeed waa in ay joojisaa hadalka weyn iyo meel loo marayo iyo meel loo socdo ma jirto. Muuse iyo reerkiisu long time bay ka shaqaynayeen, way ogyihiin waxaan maamulkii Soomaali Galbeed baa shaqadiisii xamar ka socotaa. Anigu xafiiska ra-iisul wasaaraha toos baan ugu xidhnaa. Maamulkii Soomaali Galbeed ayaa ka socda Muqdisho. Maxaad sidaynu ku leedihiin? Maxaad go magaalooyinkiinii ma xidhateen? May maamul aan leedihiin ma soo saarateen? May reerka habar awal waxay doonayaan in ay ilaa isha aynaba ilaa maxaanku iraahdaayey gemilay jeexeed ay maamul goboleedkii iyaga Soomaali Galbeed, because maamulkii already waa socdaa dhismihiisii nimankan gadabiirsay. Taasuna waa
بيكما تبعان أريغو أريغو كرحاتي سو ما هبار أول باع مامو قبلات كور سماي سنيسا أو هاد لونو كسيدي أي كوغو هايسا تيتان كوغو هايسا نيسا ما هاد ميل ديغتاي أبتيالو ما هاد ميل ديغتاي شاكا دي ويس أطا أريغو ناقري عبدالله بانا هاي إذا جايستا برايم منستر كو وإن أذيركي وأنا سأرى وفماشك سأرى ما هايدين دانا يا إلى كه رجابو يا إلى أبهي هذيتي هرجيسة يا إلى إسكوح رتان ميا أنا يرني قد ما ممكن نقصتان ما هايدين مليلة أبغى أن أبهي مسكين كاي ماشي إسكف لي سيدا بوم بلدي لهم قياريو كاسي وحبا ما هايو وحبا وما سوص أدان إنا ألي نروانا ما ملكا سومالي قلبيت دو غير كي يهي إساقو غير كي يهي أبت مدى قيستي مالكا نولي يهي وصومالي سومالي متغي وان إيجي سري محانو دا قيسا واي أبتيا وابلو سأدايو حمر بو هبين إيا مالي تليفن كبولتي رايساق يا موسى وإليهنا نغوانو إساقو هاي هدانو قرحاتي سيونا هاي محانكو راه دا إيه